طيب خلينا نتكلم عن الفقرة التانية تبقى معانا كل أسبوع. هي فقرة حكاية أغنية، هنختار أغنية ونختار حد من صناع الأغنية دي يتكلمنا عن الأغنية والكواليس الأغنية واللي حصل فيها إيه. النهاردة معانا موسيقار عظيم طبعا، هيبقى معانا على الهوا، هيتكلم عن أغنيتين مهمين جدا، أغنية اللي بيني وبينك اللي هي بتاع الجنات، وأغنية مشاعر للفنان هشام عبد الوهاب. معانا الموسيقار العالمي الأستاذ محمد رحيم. مساء الفل يا أستاذ. مساء الفل يا مينا يا حبيبي، وحشني جدا. انت لو وحشني اكتر، وكل سنه وانت طيب طبعا كمان، وعيد سعيد عليك يا حبيبي وعلى كل الناس اللي بتسمعنا يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذنا، انت وحشني جدا. وحبيت ان انا ابدا اول حلقه والفقره الجديده دي في اول حلقه لينا في السنه الجديده مع موسيقار عظيم زيك، ده شرف ليا حبيبي. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ودي حاجه تشرفني طبعا. شرف ليا حبيبي جدا، سعدني في وقتك اصلا نفسها، وسعدني ان اكون موجود معاك في البروجرام بتاعك حبيبي. انت خيرك عليا وشرف ليا معرفتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك حبيبي. صباح الفل والورد، او سوري، مساء الفل. مساء الفل والورد الاثنين. ده صباح الفل دي بنقولها في اي وقت، الصبح بالليل اي وقت فجر. صباح الفل دي ثابته، وبنصبح كمان وبنمسي على الناس اللي بتسمعنا اكيد كلهم. مساء الفل حبيبي. مساء العسل يا استاذنا يا جميل. موسيقار محمد رحيم، عايزين نكلمنا شويه بقى عن ايه، عن نبدا باللي بيني وبينك الاول. دي كانت هيد البوم النجمه جنات، اللي هي بدايه كانت بدايه الجنات وسبب من اسباب انتشارها وشهرتها. كانت كلمات الشعر الجميل طبعا خالد منير، وتوزيع هاني يعقوب، والحانك يا عظيم. صحيح صح؟ مظبوط حبيبي، مظبوط صح. سمعنا بقى ان في كواليس حلوه في الاغنيه دي، عايزين نعرفها. والله يا مين طبعا انا عايز اول حاجه طبعا انا بحييك اصلا على الفكره طبعا. ربنا يخليك. على فكره اختيار يعني فقره للتحدث او ان احنا نتكلم عن كواليس الاغاني وتفاصيلها، لان الموضوع ده على فكره ده فايل كبير قوي قوي قوي. يعني انا عايز اقول للناس اللي بتسمعنا دلوقتي ان احنا لو اطلعنا على الفايل ده هيبقى مشوق قوي 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 للناس، والناس يعني محتاجين يعرفوا ده. لا بجد ده موضوع يعني احنا دلوقتي يمكن بنقدمها من خلال فقره، لكن ده موضوع دي محتاجه سنين يتفرد له حلقات وحلقات وحلقات، والناس هتبقى بجد يعني انترستد جدا انها تتفرج او تسمع يعني القصص دي عموما طبعا، لانها ياما بقى فيها تفاصيل وفيها حكاوي الناس لو عرفتها اكيد طبعا. عايز اقول لك يا استاذنا بس ان دي فكرتي انا ورانا سماحه برده، عشان احنا كنا قاعدين بنحضر برنامج مع بعض، عشان هي بتسمعنا دلوقتي برده تبقى عارفه ان هي فكرتنا هي برده يعني. طبعا مساء الفل طبعا لرانا صديقتنا واختنا الصغيره الجميله، والف مبروك طبعا على الجواز من عروسه طبعا، عروسه من حبيبي طبعا صديقنا وحبيبنا كمان سامر ابو طالب الفنان الجميل الملحن والمطرب. فالف مبروك، ربنا يسعدهم يا رب، ربنا يسعدهم ان شاء الله ويجوا بالسلامه باذن الله. حبيبي يا استاذنا ربنا يخليك يا حبيبي. فيلا تعالى اتفضل. طب اللي بيني وبينك، تعالى شوف نبدا باللي بيني وبينك. اللي بيني وبينك الاغنيه طبعا زي ما قلنا هي من كلمات الشاعر خالد منير، وطبعا الحاني وتوزيع طبعا الفنان هاني عام. دي النسخه اللي هي ظهرت بصوت الفنان عمرو دياب. النسخه بقى الثانيه اللي ظهرت بصوت جنات برضه كلمات خالد منير بالاشتراك مع نادر عبد الله، كتب فيها مقاطع بسيطه يا سيدي، والتوزيع كان للموزع الجميل ابراهيم. وكانت انتاج شركه جود نيوز طبعا وقتها. تمام طبعا. ناس كتير جدا استغربت وقتها، هو ازاي احنا بنسمع غنوه بصوتين طبعا، الهضبه الفنان الكبير طبعا عمرو دياب وصوت مطربه في الوقت ده كانت لسه بتبتدي، كان لسه الجمهور المصري والعربي بيتعرف عليها طبعا جنات، وكانت طبعا بدايتها والانطلاقه الكبيره بتاعتها في الوقت ده. هو طبعا الموضوع باختصار شديد جدا انه انا عامل الغنوه اصلا للفنان عمرو دياب. تمام. الحقيقه كانت بتاعته واعجب بيها جدا من وقت ما سمعها، ودخلنا نفذناها على طول، وحتى هو انا فاكر ان احنا قلنا واحنا بننفذها كان نايم فوق وقال لي محمد خلص انت الغنوه انت وهاني عشان ندخل فيها استوديو على طول، انا مستعجل عليها جدا. وفعلا عملنا كده في نفس اليوم، دخلنا استوديو ليله مع مهندس صوت محمد فقر، وخلصنا وركبنا الجيتارات والكمانجات يحيى الموجي طبعا وصف اصلاب، خلصنا كل حاجه. المهم الراجل طبعا نفذ الغنوه وجه غناها، مش عايز اقول لك كنا فرحانين طبعا قنبله. ولكن يا جماعه برضو انا عايز اقول انه اي نجم كبير بيجي له لحظه كده انه بيتردد احيانا في اختياراته، صح. يقول والله الغنوه دي حلوه، طب ما ممكن ابدل الغنوه دي بحاجه تانية بعد شويه يعني. في الاول بتبقى
فاهمك. الاغاني هنا بتبقى زي البدله الجديده اللي انت بتبقى جايبها حاططها في ال... في ال... في الدريسنج بتاعك في الاول، جديده اول 3 4 ايام. لما بتتلبس مره اثنين ثلاثه فمع الوقت تتحول لبدله حلوه من ضمن شيك على مقاسي جوه الدولاب او جوه الدريسنج بتاعك يعني. فدي بتفصل على فكره، واحيانا التردد او انك تتعود على غنوه بتسمعها مثلا كتير ممكن توصل ل 40 و50 و60 مره مثلا في وقت قصير جدا، يخلي مثلا احساسك بيها يختلف او وجهه نظرك تتغير يعني. فالمهم لقيت بعد كده، بعد ما كنا متحمسين جدا جدا للغنوه كلنا وفنان عمرو دياب كان متحمسين، بدا مع الوقت يعني شويه حماسه يقل وبدانا نشتغل في اغاني ثانيه وبتاع. ده طبعا الالبوم ليه نهار يعني، ليه نهار كان البوم مميز جدا وبتكون فيه حلوه اكيد. فعملت له في الوقت ده غنوه ثانيه كمان كانت معانا بنحضرها، كنا عاملين غنوه اللي هي دايما والله في بالي يا غايب على عيني ليالي. وكنا طبعا خارجين بقى من نجاحات كبيره، حبيب وقع على باله وكنا قاعدين تاريخ التاريخ كده. بالظبط يعني. المهم يعني تردد في الاخر وقال لي والله يا محمد انا شكلي ممكن اجل الغنوه وحاجه زي كده. قلت له والله يا هضبه يعني الغنوه دي بصراحه حلوه وخساره يعني ان احنا ما نعملهاش، بس طبعا الرؤيه طبعا الفنيه في الاخر في الالبوم يعني اكيد طبعا ليك مطلق حريه فيها طبعا، بس الغنوه يعني حلوه لكن اكيد يعني ما فيش مشكله. المهم فعلا هو يعني ما غناش الغنوه او بمعنى صح ما ضمهاش للالبوم بتاعه يعني، فما ضمتش الالبوم بشكل رسمي طبعا. خلاص عدى الموضوع وخلص. فاتعرفت على جنات، كلمني يعني احد مديرين الانتاج الاستاذ محمد عاشري مديرين الانتاج يعني اصدقائنا. المهم فجاه لي وجابت الناس صوت جديد، فسمعت صوتها لقيت صوتها طبعا هايل ورائع. فكرت كده في فكره ساعتها، قلت طب والله البنت صوتها حلو جدا وعندها حته رومانس كده في صوتها، ايه المانع ان هي نفسها تغني اللي بيني وبينك؟ يعني اي ملحن ساعتها او اي حد كان ممكن يفكر يقول والله طب انا طب لو الغنوه كانت بتاعت عمرو دياب اصلا ولم نوفق في انها تتحط في البوم عمرو دياب، طب ما نفكر بديل لعمرو دياب برضه يعني مثلا راغب علامه، محمد فؤاد، ايهاب توفيق، تامر حسني، نروح في مطرب برضه يعني يبقى ميل، يبقى مطرب صوت يبقى صوت راجل يعني ويقول الكلام ومش عارف ايه وبتاع، بتبقى حاله اقرب يعني. ففكره اصلا انك انت تروح لانها تبقى البنت وبتبتدي، دي بصراحه كانت جرأه بصراحه في التفكير. والحمد لله لما جنات بقى غنت الغنوه بصوتها الناعم الرقيق المميز ده بصراحه، وعملت لها كمان غنوه بحبك يا حبيبك مني طبعا اللي هي اتصورت وهكذا يعني. فاللي حصل انه مش بس نجحت جنات، لا نجحت وكمان اتعمل لها ايدنتيتي، اتعمل لها شخصيه الحمد لله فنيه كانت مختلفه جدا. جنات لا نجحت وكمان اتعمل لها ايدنتيتي، اتعمل لها شخصيه الحمد لله فنيه كانت مختلفه جدا الحمد لله وهكذا. انت يا استاذ ما شاء الله عندك الحته دي، عندك بتصنع نجوم، عندك الملكه دي. ربنا يخليك طبعا، دي حاجه تسعدني وتشرفني طبعا، ربنا يحفظك يا حبيبي. لما ظهرت بعد كده الاغنيه طبعا يعني اتسربت بقى طبعا نتيجه طبعا انت عارف الاستوديوهات بيبقى يعني في الوقت ده طبعا ما كانتش المساله محكومه يعني شويه السكيورتي ده يعني بتاع الشغل ما كانش يعني محكوم كده وكانش قوي جدا، فكان الحقيقه بتتسرب اعمال كتير جدا يعني. فلما اتسربت الحقيقه بصوت الفنان عمرو دياب في وقت برضه قصير بعدها على طول، عايز اقول لك انه طبعا غنوه عمرو دياب هي كمان كسرت الدنيا ده حقيقي، وكمان عملت دعايه لاغنيه جميله يعني يمكن وفرت عليها شغل او دعايه كمان كانت ممكن تاخد منها وقت كبير جدا. صح بصراحه دي خدمت جنات الحركه دي جدا يعني، بقت الناس كلها تقول طب هي مين المطربه الجديده اللي بتغني الغنوه بتاعه عمرو دياب كذا الناس كلها كانت تسال. فالموضوع ده بصراحه عمل يعني بوش اب كبير جدا جدا لجنات. فالحقيقه عشان هي صوتها حلو وموهوبه وتستاهل جدا جدا، كمان ادالها فرصه انها تستمر بسرعه وتكون جمهور سريع. وفي نفس الوقت الفنان عمرو دياب لما كان البوم متاجل شويه في الوقت ده، دي الغنوه اللي هي كانت البريميو بتاعته او كانت العمل الجديد بتاع الهضبه اللي كان نازل في السوق في الوقت ده. فده اللي اشتغل الشهرين دول في الساحل بقى والصيف واسكندريه والقاهره يعني، فاهم قصدي ازاي؟ طبعا. فكانت غنوه حياتها غريبه شويه جدا يعني، اللي هو ايه نجحت بصوت عمرو دياب عند كل جماهيره والناس اللي بتحبه في مصر وفي الوطن العربي، وفي نفس الوقت قدمت مطربه جديده. فالحقيقه غنوه كانت قصتها طريفه جدا يعني جدا جدا جدا. ف
كانت بالظبط كانت فائدتها مشتركه يعني الحمد لله. ف في يعني كلتا الحالات الاتنين كسروا الدنيا يعني، رغم ان الاوديو اللي اتسرب بتاع الهضبه نزل بعد الاغنيه ما نزلت برضو كسر الدنيا، الاتنين كسروا الدنيا. ده صحيح فعلا. طب في غنوه كمان انا مش هينفع في المكالمه غير ما نتكلم عنها لان انا بحبها جدا وليها واقعه برضو معينه كده وكواليسها حلوه جدا، اغنيه مشاعر الفنانه شيرين عبد الوهاب. دي مش هينفع اسيبها برضو. انت بتتكلم في حاجات يعني بصراحه حاجات يعني انت عايز تفاجئ الناس النهارده بصراحه. ضروري ضروري. امال المكالمه تعدي عادي كده؟ لا طبعا اكيد يا حبيبي. لا غنوه مشاعر انت بتتكلم في حاجه يعني انا اتمنى طبعا ان احنا طالما برضه هنتكلم في الموضوع ده يعني احنا هنتكلم فيه طبعا من باب انه سبحان الله يا رب سبحان الله. بالظبط. بينادي صاحبه. صح صح كده. صح. بينادي صاحبه. سواء بقى في المجال الفني، في المجال الرياضي، في المجال الطبي، في مجال الهندسه، في اي مجال في المجالات. هيجي لك. هيجي لك. روح بشمال. اللي مكتوب لك تتجوزها هتتجوزها، والغنوة مكتوب لك تغنيها هتغنيها. بالظبط بالظبط. والعربية مكتوب لك تركبها هتركبها، كل حاجة بتنادي صاحبها طبعا، دي ما فيهاش هزار ومهما حاولنا يعني الرزق بتاع صاحبه. ف دي كلمات الأستاذ أحمد مرزوق طبعا، وتوزيع صديقي العزيز أحمد إبراهيم. طبعا. وألحانك موسيقار. بالظبط حبيبي. مهندس صوت طبعا أكيد المهندس محمد صقر أكيد. طبعا. لا مشاعر برضه خصوصيه غريبه شويه. انا كان الغنوه من يعني اليوم اللي نزلت فيه في مسلسل حكايه حياه طبعا 2013 تقريبا 2013 بالظبط. ايوه. الاغنيه كانت عندي اساسا من 6 سنين. خلي بالك يا مينا من حاجه انت اكيد عارفها بس برضه حابب اقولها للناس. انا ممكن اشتغل ساعات اعمل اغاني لنفسي واحتفظ بيها اقعد اسمعها بس كده انا بستمتع بيها انا واصحابي او انا واخواتي. مش معموله اصلا بالظبط عشان تنزل السوق. البومات كتير قوي موجوده في المكتبه يا حبيبي فعلا يعني. منهم غنوة جربت مثلا بتاعت اليسا، ومنهم غنوة مشاعر طبعا. ومنهم يعني حاجات كتير الحقيقه. فمشاعر كانت عندي وانا الحقيقه مقتنع بيها جدا، وحاسس ان الغنوة دي كفكره وكلحن ومعاني الكلام بتاعتها والعمق اللي فيها غنوة دي الحقيقه ليها حته يعني حاسس ان هيبقى ليها حته عند الناس وعند الجمهور. فكنا في الوقت ده بنسمع الالبوم شيرين نفسه، فقاعدين انا وهي قاعده قلت لها والله شيرين انا عندي غنوه جامده جدا ليكي للالبوم. الحقيقه طبعا ده كان تاني تعاقب بينا بعد غنوه صبر قليل اللي عملتها لها زمان في اول البوم ليها انا في ظلام وكده. فالمهم يعني لم تتحمس ليها التحمس الكبير يعني، او بمعنى اصح ما خدتها يعني شيرين يعني ما كانتش مركزه يمكن في القعده اللي كنا قاعدينها وبتاع. عدت الاغنيه يعني. بالظبط. هي غنوه لذيذه وجميله وبتاع بس يعني عايزين نعمل اشكال ثانيه ومش عارف ايه. بس دي غنوه مهمه جدا يعني خلينا برضه نسمعها كويس ونركز فيها. قالت لي خلاص سيبها لي كده انا اسمعها وادندن فيها. المهم سبتها لها فعلا. عدى وقت 2 3 شهر 2 يعني خدنا وقت كبير. فقلت خلاص هي كده يمكن شيرين بقى ايه ما حبتش الغنوه قوي او ما حسيتش الفكره بتاعتها. خلينا نبقى نقعد تاني نشتغل على افكار تانية. يعني انت عارف برضه امينة تفرض على المطرب وجهه نظرك مهما كان في وجهه نظرك يعني. هو يعني خلاص هو شايف حاجه في الاخر اللي هتلبسه الفستان لازم وانت اللي هتظهري طبعا قدام الناس وانت اللي انت اللي بتتطوري وانت فلازم في الاخر تكوني مقتنعه بالموضوع وبالعمل الفني مهما كان في وجهه نظر الملحن او نفس الصناع يعني. المهم لما عدى وقت كبير انا قلت خلاص كده شيرين والله يعني غير ممكن تكون ما اقتنعتش بيها او ما خدتهاش اصلا يعني. حلو. قلت خلاص كده وتمام يعني بقى نشتغل في حاجه ثانيه. ماشي. ما جالي المخرج صديقي طبعا محمد سامي طبعا والفنان غاده عبد الرازق بيحضروا مسلسل حكايه حياه. محمد بيقول لي والله يا محمد انا عندي مسلسل قصته كذا كذا والورق بتاعه بيقول كذا كذا والموضوع والحكايه والروايه وش. قلت له بص يا محمد مسلسل زي ده بالورق ده انا عندي غنوه اسمها مشاعر هي بتاعته. وكنا لسه المسلسل اللي قبله اللي هو مساق الاصرار عاملين غنوه جربته في مره اتقرب طبعا وكانت اول برضه تجربه لاليسا في الدراما وكانت نجحت نجاح كبير طبعا. فداخلين بقى نفسنا مفتوحه على المسلسل اللي بعده. المهم محمد اختار غنوه مشاعر فعلا وغادة عبد الرازق طبعا نفس الحكايه وانبسطنا قوي بالفكره ومش عارف ايه ويلا بينا ننفذ ويلا هي دي غنوه المسلسل. والناس بصراحه سمعوها وحبوها من واحنا قاعدين. فبدانا ساعتها بقى نفكر مين المطربه اللي تغني الغنوه دي. قالوا شيرين. فسعيد يا جماعه
انا والله فكره سمير فكره كويسه. طب يا جماعه ايه رايكم في نوال الزبري؟ والله فكره كويسه جدا. طب ايه رايكم في شيرين؟ اه والله برضه فكره شيرين برضه فكره حلوه عشان شيرين واحساسها ومش عارف ايه. فحصل فعلا كونتاكت مع شيرين وشركه الانتاج كلمت شيرين وجت شيرين تغني برضه نفس الاغنيه اللي انا اصلا كنت مرشحها لها في الان قبلها بست سنين. جت شيرين برضه غنت نفس الاغنيه سبحان الله يعني وسبحان الله طبعا يعني وقنبله قنبله برضه يعني كانت اتغنت قبل كده قبل ست سنين دول برضه كانت هتكسر الدنيا. الحمد لله طبعا زي ما احنا شفنا كده هي كانت رزق شيرين برضه فعلا في الاول وفي الاخر يعني ده حقيقي. لكن نزلت في المسلسل لكن حققت بعد كده طبعا شويه كريدت مهمه جدا يعني يمكن اكتر غنوه 200 مليون 200 مليون تقريبا مشاهده. نعم 200 مليون مشاهده تقريبا دلوقتي 210 215 عدت ال 200 كسرت حاجز ال 200 كمان طبعا بالظبط حبيبي. في نفس الوقت اكتر اغنيه عربيه غنوها مطربين اجانب بالعربي وده كمان جدا لازم نقوله في حق الغنوه دي. يعني انت يا حبيبي لو دخلت كتبت مشاعر بالصيني مشاعر نجاح من نوع اخر ده بالاذربيجاني في شويه لغات كده حبيبي كتير جدا جدا غنيين مشاعر بالعربي كمان مش بس يعني لحن مترجم للغات اجنبيه لا دي اتغنت بالعربي فده كمان اكبر دليل الحمد لله على ان احنا نقدر نخترق يعني حدود كتير جدا ونوصل حتى اللغه نفسها طالما تكون نفسها حلوه ومعموله صح يعني مفيش اي مشكله خالص طبعا. موسيقار محمد رحيم انا مبسوط جدا يعني كتتر اول مره تتر مسلسل الحمد لله يعني كان يوصل للارقام دي ويروح للعالم كله بالشكل ده ده حقيقي مفيش حلوه كبيره. وشيرين بعد كده الجمهور بتاعها الجميل لقبها بملكه المشاعر فواضح ان الغنوه كانت كمان يعني ايه اكبر بكتير جدا من تخيلات الجميع يعني فالحمد لله ربنا وفقنا فيها وربنا كرمنا الحمد لله. دايما كده مكسر الدنيا بألحانك وكلماتك وغناك وانا مبسوط جدا ان الموسيقار محمد رحيم بقى معايا في اول حلقه في 2021 ده وش الخير عليا ومتفائل خير بالسنه دي بان انا بدات اول حلقه معاك والله العظيم. يا حبيبي قوي قوي والف الف مبروك على البروجرام الجميل بتاعك. ربنا يخليك يا حبيبي عيد اللي كنت معاك النهارده وتحياتي طبعا ليك ولجمهورك الرائع. شرف ليا يا حبيبي شرف ليا نورتنا الموسيقار محمد رحيم واتمنى اتمنى اكون معانا هنا بعد ما قصص الكورونا دي تخلص والاجراءات الحجازيه تخلص تكون منورنا هنا في حلقه ان شاء الله. الكواليس بس عشان الكواليس اهم حاجه. الكواليس ده احنا عندنا كواليس كتير قوي نقعد نتكلم تاريخ بقى. طبعا طبعا نورتنا يا حبيبي نورتنا. شكرا طبعا كان معانا الموسيقار العظيم محمد رحيم اللي انا بحبه على المستوى الشخصي والانساني جدا باخويا الكبير يعني وسمعنا بقى قصص اللي بيني وبينك ومشاعر